بعد زيارتهم الأولى للعيادات من أجل الإجراءات الصحية الخاصة بالحج، اليوم المقبلون على الحج في موعد ثاني لاستكمال الإجراءات الصحية من خلال خضوعهم للتلقيح الثاني وحصولهم على الجواز الصحي الذي يبقى معهم طيلة رحلة الحج. Dans la première visite, normalement, un vaccin, c'est le VPI. Il faut avoir le Hajj, il faut qu'il soit vacciné un mois avant le départ. Normalement, le VPI avec le DT ou le Johnson. Les mains d'acheter le vaccin contre la COVID-19, de nouveau VPI plus vaccin Johnson. Et deuxième visite, on lui fait l'antibilingue ou l'antigrippal. Soit l'antibilingue avec le DT. En fonction du schéma où je donne par rapport à la première visite. En même temps, on lui donne on lui livre le carnet de santé tel le pèlerin. Avec des conseils, ça indique que les chahadat sahiya, tibiya, les prendre le hajj durant le pèlerinage. بفرحة وشغف المقبلون على أداء مناسك الحج هذه السنة يخضعون للتلقيح الثاني ويسارعون لاستكمال إجراءاتهم الصحية من أجل تحقيق حلمهم. ولا درت جوزنا الأخر نحينا طفارتين وشعر هذاك أمك جوزنا عند بسيكولوج أمك جوزنا عند طبيبة تفحصنا على طونسيو كذا منا أمك ملتمزنا جزنا درنا الفاكسين الأولى واليوم إن شاء الله أنا زنا درنا الرابيل. جيت درت الفاكسين الأولاني جزنا عند طبيب وجزنا عند بسيكولوج دارونا لي زوناليست تاع شعر وطفارتين ومن بعد درنا الفاكسين الاولاني واليوم جيت نزيد الثاني زوج فاكسين تاع الاخرانيين باش ندفعوا في لاميري نجيبوا الباسبور تاعنا جوج الفاكسين وزرعه من المياه نروح ثورة الحج ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل في لنا غايلي عندي لاق الحمد لله عندي صحه ناكل بيو يا بنتي يا عندي سناني الحمد لله يا بنتي مازال الله يبارك مازال نمشي مازال كلش دارت دركا على لاكريب ان شاء الله ما نمرضوش في الحج وجدت الباليزان وجدت الطعام وجدت لازيستانس هكا باش نطيبو لهيك القدي زيت الزيتون وجدت كلش المقص باش نحي الشعر كلش وجدت دونتيفريس باش اكل وجدت نحيت الباليزه في الارض هكا من بعد كي ننسى الحاجه نلوحو الباليزه اللي تعربت. استكمال الإجراءات الصحية والتلقيح خاصة خطوات واجبة على المقبلين على الحج هذه السنة ما يتطلب منهم الإسراع فيها للتحضير الجيد لرحلة العمر.